أخلاك كم سنة لك ببيروت؟ صار لي 6 سنين. آه والله. وأهلك ولا مرة زاروك؟ مثل ما بتعرفي أهلي كبار بالعمر وحركتهم صعبة شوي. بصراحة لأنه عم بسألك لأنه أنا حابة تعرف عليهم. بتعرفي في كافيه هون قريب كتير طيب وقعدته حلوة، بدك نروح نقعد فيه؟ إيه يلا. على فكرة وقتها كنت عم بخبر ميرنا ورولا عن قعدتك مع أهلي وقديش حبوك. سألوني إنه على شو ناويين؟ كرمال هن بس يعني تيعرفوا كيف زبطوا حالهم. قلت لهم إنه على شو بدنا ننوي يعني ما بعد ما تعرفت على أهله وأخواته ولا أهله تعرفوا على أهلي. على شو ناويين خالد؟ ناويين بابا معك طبعاً. أكيد وإلا ما كنت طلبتني من أهلي بس يعني قصدي شو الخطوات اللي بدها تصير بعدين؟ يعني ما تفهمني غلط، أنا ماني مستعجلة بس لحتى أفهم. بس أعطينا شوية وقت بس لطمن بيبي عبية، أول ما يصير منيح بجيبه وبعرفك عليه. لا شو تنزلوا وتتعبوا؟ نحن بنطلع لعنده، أنا وياك بنطلع لعنده، هيك فرد مرة بتعرف على أمك وأخواتك كمان. أنا في شغلة ما خبرتك إياها، خفت تزعلي مني. شو هي؟ أنا أمي كانت بدها تخطب لي بنت خالتي، بس أنا ما قبلت. خايف شوي يكون عندها حساسية على الموضوع، ومش بعيدة تكون معك غليظة لتعاقبني وتحرجني قدامك، فبرأيي ما لما نطلع لعندهم هلا. نحن رح نخطب ونتجوز وامك ما تكون موجوده كرمال بنت اختها؟ خلص ما توجعي راسك، تعي نروح نقعد بهذا الكافيه اللي تريك عنه كثير طيب اكله. انا بحلها ما رح كون على خاطري، تمشي يلا. لك يا اهلا وسهلا بنادين، بعدين انت معقوله معزبه مثل جاي عند الغرباء؟ يا ابدا، هيدا احتفالا لانه املنا بالسلامه. عن جد ميرسي نادين، كلك ذوق. ولو، ما في شيء بيسوى فرحتنا فيك. والله خبرتني انه انتم ضليتوا حدا وما تركتوها. عن جد ما تركوني، كانوا يخلوني نايمة عندهم، ما كانوا يخلوني نايم بالبيت حتى. هيدا لما كنا نقدر ناخذها منك بس بالويك اند تركين لك اياها. شو بتحبي تشربي نادين؟ قهوة ولا شاي؟ لا ماشي، بعتقد احسن فل على البيت، بعرف ما مفروض يكون في كثير عالم عم بفوتوا يجوا لعنده، بس وقتها ترجع على البيت نجي قد ما بدك. ميرسي انك جيتي. يي ولو، ألف حمد لله على السلامة. ميرسي نادين. باي. شو قصة الويكند؟ أوقات على قد ما كانوا يعزموني كنت استحق لهم إنه بدي روح، كنت أقول لهم جاي نام عندك وروح نام بالبيت هونيك. بتعرف إنه الظهرات كلها بدها مصاريف وأنا كنت فضل ما أظهر، لأنه كنت بدي أقول لهم ما معي مصاري وماني قادرة أدفع كانوا رح يدفعوا عني. فها هي كلها القصة.